طيب اخيرا بالنسبه لطارق حامد ومحمد ابو جبل موقفهم ايه؟ طارق تحديدا يعني وضعه خاص بالنسبه لي شويه. طارق من اللعيبه اللي انا بحبها وبحترمها، ويمكن كنت زعلان عليه اكتر ما انا زعلان منه. طارق اتحط في موقف اتصرف فيه غلط، ويمكن يبقى ده الموقف الوحيد اللي طارق اتصرف فيه غلط طوال مسيرته مع الزمالك، لكن في الاخر هو خد قرار غلط في وقت حساس جدا. غضبه جمهور الزمالك عليه كانت صعبه، احنا جالنا في وقت ما كنتش اتمنى ان طارق حامد يبقى هو اللعيب اللي انا يعني بقول للعيبه ان في نظام في الفرقه، فان اول واحد اقرض عليه النظام بيبقى طارق حامد، لان طارق لعيب كبير ولعيب محترم وعنده رصيد، لكن في الاخر هو اخطا في حق نفسه واخطا في حق النادي. اتعمل له تحقيق، هو حضر التحقيق عشان هو غاب حوالي 50 يوم. طارق في الاخر اتعرض لعقوبه ماليه ممكن تكون هي العقوبه الاكبر في تاريخ الكوره. طارق اتعرض لعقوبه 50% من عقده، وقفلنا صفحه خلاص الغياب والمشكله اللي هو عملها، النادي خلاص خد حقه، ورسخنا مبدا ان اي حد بيغلط بيتعاقب مهما كان مين. ده بالنسبه للموقف بتاع طارق، لكن بالنسبه لتاريخ طارق ورصيد طارق، بالنسبه لي انا مش قادر ازعل منه اكتر من كده، لان في الاخر بتمنى له التوفيق. وطارق مش هيكون موجود برضو الفتره الجايه خلاص. طارق يعني احنا خدنا قرار يمكن قبل ماتش الاهلي بفتره كبيره ان خلاص اللي خرج مننا مش هنرجعه تاني، احنا هنركز مع الناس اللي موجوده. لكن توقيت اعلان الكلام ده كان لازم يبقى في وقت مناسب عشان ما يبقاش في تحريض عليه للجمهور او حاجه. احنا شفنا ان في مناسبه زي دي ان احنا نقول للناس ان هو خلاص الراجل اتعاقب، الراجل اتحقق معاه، خصم منه مبلغ كبير جدا. صح، بالتالي احنا مش هنعتمد عليه الفتره اللي جايه، وبناء على طلبه طارق هيبقى مش موجود، لان هو ربنا يوفقه هيروح نادي تاني. فكنا نقدر ان احنا نحتفظ بيه ل 30/8 ونضيع عليه الفرصه اللي جايه له، لكن احنا شفنا ان احنا خدنا حقنا منه، والنادي يعني خد حقه وخد يعني العقوبه الكافيه. صحيح، وبناء على طلبه واحتراما لتاريخه. صحيح، وافقنا له على طلبه ان طارق برده مش هيكون موجود معانا الفتره الجايه. محمد ابو جبل نفس الكلام. بس يمكن طارق اكتر حبيت ادي المقدمه دي عشان هو تاريخه كبير مع نادي الزمالك. طارق تاريخه كبير جدا معانا، وطارق يعني زي اللي دخل امتحان جاوب 9 اسئله بامتياز وما جاوبش سؤال. صح، بالنسبه لي طارق تاريخه 9/10. كنت اتمنى ان طارق يبقى موجود معانا النهارده بيشيل الكاس، هو فعلا كان موجود في المدرجات، كنت اتمنى ان هو يكون موجود معانا في الملعب. بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه. صحيح، وان شاء الله يعني نقدر ان احنا السنه الجايه ندعم الفرقه بالشكل اللي يخلينا نقدر ننافس على كل البطولات.